لكن هاي بتجي موهبة من الإنسان. أنا بقولك بيبقى الواحد صغير خواطر بيحمل القلم وبيبلش تطلع. أنا كنت بالصف أنا وصغير، كيف طلعت الجرموبيليا؟ كيف؟ تبقى هي عم تفسر تاريخ جغرافيا، أنا عم برسم لك خزانة تخت كذا، تجي وطلعت فنان تشكيلة وبشكيلة. آه يعني نانسي، يا ريت بدك تخبريني شوي عن الكتاب، عن لكن الكتاب في انت بالعربي كتبتيه ولا ايه؟ وما اقعد مطرحي. لا حبيبتي ليش؟ لانه ما هي عم تسالني لالي مش لالك. ايه بعرف حبيبتي، بس انه عم نسامع، هي مقابله اثنيناتنا. بعد شوي حتحكي لي قصه حياتك. لك ما هي هيك، شو معلم نوقف شوي؟ زعجت شوي ما بعرف. بس انه هو عم يحكي عن عائلة. انا ما عندي وقت، انا بدي بكبه كل شيء عندي بكبه هيك وعندي. لا طب اوكي، بس اني بتخلص ترجع هي رح تسالك. سوري اذا زعجتك، انا بعتذر عن جد، بس ما عن جد خليك خفيف الظروف. نانسي، بس كنت عم بسألك انه خبريني شوي عن أبيجان وكيف بلشت الفكرة. يعني اليوم الواحد بيعيش ببلد أجنبي غير ما يعيش ببلد عربي. حتى سبق وقلت لك اسم كريم، سبق وقلت لك غير بمزاجي. نعم. واحد يجي ببلد وبيعيش برا أكيد ما لنا هينة يعني، مع انه يمكن بيدبر حاله كذا، بس بضل في غصة ولا لا؟ بتشاركين هالرأي ولا لا؟ بضل في خاصة عند الإنسان. وبعدين الشاعر بيطلع معه لحظة صغيرة، ما كل عم أطشي، ما تطشيني أنا، أطشتك خليها ترجع تسألك، أطشتك شيء لك، ما تطشيني ولا أرد عليك. مين عم تسألني لإلي أنت؟ يا حبيبي تسمعني شوي، أطشتك شيء؟ أنا بس أحكي أكيد عم تطشني. الله تفضلي. المقابلة لإلكم اثنيناتكم ما هيك يعني، شيء لي شيء لك يعني، إذا جاي أقعد صورة هو بتعرف. انا شايفه انا الصوره. لا يا حبيبتي، انت لك بدك تحكي هيك وانا بدي احكي. انا بعدني ما نطقت. خذ نفس، خذ نفس، خذ نفس شوي. بدي اعرف عنوان الكتاب شو هو. 30 الوداع. الوداع يعني مسافه تعبجون والدعوه. نعم قلت لي كل شيء بيتاخذ من واحد سفر اللي هي سفارتها وقعد بقى بتجون هذا العمر. اها فهمت شو هون طلع مع الالهام وكذا وايدت. ومين خبرك هالخبريه؟ انا هيك بقول. نعم. لا منه صحيح هذا الكلام. ما قطشتك شيء؟ ما تقطشيني. لا بس انت عم تجاوب عني، هذا منه كلام مزبوط. والله تفضلي. لا معلش بدون لحظه شوي. لا مش لحظه، لحظه شوي. انا لحظه، انت كيف بتجاوب عني؟ انا اعطيك رايي. هذا منه راي، انت عم تجاوب عني. حلو تقبلي حلو لا. اكيد لا، ما انا ما قطشتني وما بكررت عليك. انت اللي قطشتني. إذا هيك بتضطر. لا 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 مالي ست نانسي، ست نانسي مالي. سألينا سؤال لنا كله إلا. يلا بدي أسألك أستاذ مرشد، معنا كمان بدي أعرف شغلة. الفنان التشكيلي بيجي عباله خواطر يكتب بيصير شاعر، ولا بضل بالإشياء هو اللي بيعملها؟ لك أكتر شيء بيجي عباله نام يعني. بقضي على نوم قد ما بدي. عنده عشق للنوم يعني. يعني تخيل امبارح نمت الساعة 9 بالليل. هلا وقت مشان ما بروح نام. ما عم بلحق شكل شيء من هذا، بس انه فنان تشكيلي. طيب لكينا، انا كثير انبسطت بهيدا اللقاء معك. ميرسي، وانا انبسطت كثير. شعرا نانسي. هل هيدا هو اللقاء؟ ما فهمت. لا لا انتهت الحلقه حبيبتي. هي هو فيلم فيلم. عم تمزحي؟ اللقاء بيتجدد الاسبوع الجاي عن جد. كثير هيك شو، انا لو عارفه هيك اصلا ابدا ما جيت. جايب لي هالص هيدا كمان. بس انا مش عم بنهي المقابله. عيشوا عيشوا كل الليل.